فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي عامل في محل لي، يقول عندي عامل في محل لي يسرق البضائع، وجاءني، يقول عندي عامل في محل لي يسرق البضائع. يسرق ولا يسرق؟ يسرق. ها؟ يسرق من السرقة. نعم، بالقاف. نعم. ايه؟ يسرق البضائع، وجاءني الخبر من أحد الثقات. سؤاله: هل يجوز لي أن أضع الكاميرا بدون علمه لكي يكون لي برهان على طرده من العمل؟ العمل إذا استغنيت عنها وما اطمأنيت إليه خله يروح، لا يحتاج كاميرا ولا يحتاج شيء، ما دام إنك شاك فيه وتخشى خله يروح، ترزق الله عند غيرك. نعم.